مجتمعنا الى فضل تواصل مستمر بانطلاقه اشواط الاصاله والتراث وانطلاقه الشوط الثاني عشر في مجموع الاشواط لهذا الصباح ضمن فعاليات المحلي الاول بيومه الرابع وهو الشوط الرئيسي للقاية الابكار الانتاجي ينطلق من مسافه الاربع كيلومترات حاملا بطياته هذه الاسماء والشعارات المميزه والمؤسسات العملاقه الحاضره الباحثه عن انجاز مميز صباحي شوط رئيسي في هذا التحدي الكبير وانتاج اصحاب السمو الشيوخ والسعاده المتواجدين دائما في هذه المنافسه المميزه على ارضيه ميدان الشحاني عبر قناة الريان القديم الناقلة لأحداث هذا الشوط. نتابع البداية، نتابع الصدارة مباشرة مع أول المراكز. تصل هنا شرقة لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد الثاني وحسين بن محمد بن سفران في المتابعة والتضمير، ولكن من قيرت هنا مقثة لهجر من زبار بمتابعة الوحش مبارك بن محمد بن صغير المري الذي يتابع مقثة التي تسللت إلى المركز الأول. المركز الثاني أتابع بها لهجر من زبار أيضا بمتابعة مبارك بن محمد بن صغير المري، والمركز الثالث أتابع القادمة والحاضرة في هذا التحدي الكبير والمميز الغارية لهجن أم الزبار ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني يتابع الغارية على المركز الثالث. المركز الرابع مشاهدي الكرام أتابع الشعارات الحاضرة والمتواجدة هنا الريم لسعادة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن سعود آل عبد الرحمن الثاني وهادي بن جرالة بن علي آل جار الله في المتابعة والتضمير. يتابع انطلاقة الريم التي تسللت من المركز الرابع إلى الثالث إلى الثاني وعينها على مقدمة الشوط، بينما المركز الخامس وتابع الجادل لسعادة الشيخ جاسم بن سعود بن فهد بن جاسم الثاني وجابر بن علي بن جرحب المري في المتابعة والتضمير. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام مستمعينا الأفاضل للخمس المراكز الأولى للخمس الأسماء المسيطرة على زمام الأمور في شوطنا الرئيسي للقاية الأبكار الإنتاج. نتابع هذه الأصايل، نتابع هذه الندر الحاضرة والمتواجدة لكي تنتزع الناموس وع هذه الشعارات التي تسير بخطى ثابتة نحو النجاح والمميز في هذا الصباح المميز. نتابع هذا الانطلاق، نتابع هذا التسلل مع الريم التي تسللت مباشرة إلى المركز الأول لسعادة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن سعود آل عبد الرحمن آل ثاني وهادي بن جار الله بن علي آل جار الله. يتابع هذا المسار المميز باندفاعات الريم نحو الصدارة بدأت تنفرد عن بقية المراكز بأداء مميز في هذا التحدي. نتابع المركز الثاني القارية لهجر أم الزبار ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني، وثالثا أتابع بها لهجر زبار مبارك بن محمد بن صغير المري تسلل مباشرة مع بها إلى المركز الثاني. المركز الثالث أتابع الدوحة أيضا لسعادة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن سعود عبد الرحمن الثاني وهادي بن جر الله بن علي بن جر الله في المتابعة والتضمير. نتابع هذا التحدي، نتابع هذا المسار. المركز الخامس مشاهدي الكرام مستمعينا إلا فاضل أتابع انطلاقة مقثة لهجر أم الزبار ومبارك بن محمد بن صغير المري يتابع مقثة في هذا التحدي وبهذا المسار المميز. هذه نتيجتنا للخمس المراكز الأولى للخمس الأزماء المميزة الحاضرة المتواجدة اللامعة في موقع النداء والإذاعة. الكيلومتر الأخير والخطير يا مضمرين هو من يفصلنا عن ناموس الشوط الرئيسي للإنتاج، والريم مع البداية الريم ما زالت شاردة في مقدمة هذا الشوط وحيدة خارج السرب، ولكن أيضا وصلت الدوحة نفس الشعار وصل في هذه المساندة المميزة على المركز الأول والثاني. الريم والدوحة لسعادة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن سعود آل عبد الرحمن الثاني وهادي بن جار الله بن علي آل جار الله في المتابعة والتضمير. يظفر في هذا التحدي، يسير في مسار هذا الشوط، يسيطر على زمام الأمور مع الريم على المركز الأول ومع الدوحة على المركز الثاني مع هذا الشعار المميز المنطلق المسيطر على شوط الرئيس للإنتاج في هذا المسار. الدوحة والريم، الريم على الصدارة، الدوحة على المركز الأول أو على المركز الثاني ينافس نفسه بنفسه في هذا التحدي الكبير. سعادة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن سعود آل عبد الرحمن الثاني وهادي بن جر الله بن علي الجر الله
يقدم هذا العرض المتميز، يقدم هذا الأداء الجميل بقيادة الريم والدوحة، ثنائية جميلة تظفر بناموس الشوط الرئيسي اللي قايب كار الإنتاج. نهنيك على هذا الإنجاز، نهنيك على هذا الأداء المتميز، نهنيك على هذا الأداء المميز في هذا التحدي الجميل. سلام وتحية واحترام لسعادة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن سعود آل عبد الرحمن الثاني على فوز الريم والدوحة بناموس الشوط الرئيسي، ونهني هادي بن جر الله بن علي الجر الله على هذا الإنجاز المميز. تهاني نولف مبروك. المركز الثالث وصلت القارية لهجرة أم الزبار بمتابعة ناصر بن حمد بن مصر الشواني. المركز الرابع شرقة لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد الثاني وحسين بن محمد بن سفران. المركز الرابع أو المركز الخامس، المركز الخامس بها لهجر أم الزبار بمتابعة مبارك بن محمد بن سرير المري. هكذا مشاهدي الكرام تابعتم معنا المنافسة والتحدي في مسار هذا الشوط، فكانت الريم حاضرة في هذا التحدي حاصلة على ناموس الشوط الرئيسي اللي قايب كرة الانتاج. 6:04.83 من الثانية تهاني والناموس لسعادة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن سعود آل عبد الرحمن الثاني، ونهني هادي بن جر الله بن علي آل جر الله على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني أيضا الدوحة 6:05.05 من الثانية تهاني والناموس لسعادة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن سعود آل عبد الرحمن الثاني، ونهني هادي بن جر الله بن علي آل جر الذي تابع الريم والدوحة محققة ناموس الشوط الرئيسي. نهنيك على هذا الإنتاج والمال الطيب الذي قدمته لنا في هذا الصباح المميز. المركز الثالث جاءت الغارية 6:12.09 من الثانية تهاني والناموس لهجر أم الزبار، ونهني ناصر بن حمد بن مصر الشواني على فوز.